إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم إخوة الكرام؟ حولكم إن شاء الله تكونوا بخير بسلام صحة وعافية، ولا تنسوا الاشتراك في القناة، بارك الله فيكم، لتتوصلوا دائما بأحدث فيديوهات هشام هاشم، وأيضا لدعمنا بارك الله فيكم، ولا تنسوا الإعجاب ومشاركتي مع الآخرين، وأي سؤال سوف نجيبكم إن شاء الله في تعليقات اليوتيوب وأيضا عبر الموقع الاجتماعي في الرسائل. موضوعي الآن سوف يكون موضوع عام، وسوف أتحدث عن نقطة مهمة جدا، وهذه النقطة يقع فيها العديد من الناس، تمام؟ وهي أننا نطالب بالاشتراك في القناة أو تبادل الاشتراك في القناة. سوف أعطي مثال. أنا ذهبت عند أمي عندها قناة، قلت اشتركي، أبي اشترك، أخي اشترك، أختي اشترك، أخي يشترك، عمي يشترك، عمتي، جدتي، خالي، صديقي، الحي كامل اشترك في قناتي، تمام؟ طيب أصبحت عندي 2000 شخص أو 3000 شخص في هذه القناة هذه. طيب هل 3000 شخص هل سوف يشاهدون فيديوهاتي بعد ما يشتركون؟ هنا يبقى السؤال، نحن جلبنا عدد كبير من المشتركين، هل هذه المشتركين سوف يتفاعلون معي أم لا؟ فهنا يقع العديد من الإخوان في خطأ كبير جدا، وهو جلب تبادل الاشتراكات، جلب المشتركين من المواقع التي يتم تبادل الاشتراكات، مطالبة الآخرين بالاشتراك فقط، فأصبحت قناتي كبيرة جدا فيها 10,000 مشترك أو 1000 مشترك أو 2000 مشترك، ولكن حين أضع الفيديو لا يشاهده إلا 50 شخص أو 100 شخص بين 10,000 شخص. هنا يعني هذه القضية بارك الله فيكم قضية خاطئة 100%. لماذا؟ لأن الأشخاص الذين اشتركوا لأنهم يعرفونك فقط، يشتركون لأنك فرضت عليهم ذلك، يشتركون فقط لأنهم يريدون أيضا من يشترك في قناتهم، ولكن المشاهدات ليست هناك أي مشاهدة، فهنا وقعت في الخطأ. عندي عدد مشتركين ولكن ليس عندي، هل تريد الدرع؟ سوف نصنع لك درع ونرسله لك، ولكن ما هي فائدة الدرع دون أن تكون هناك مشاهدات، دون أن تكون هناك مبالغ مادية؟ إذن بارك الله فيك، أنت اشتركت مع العديد من القنوات عن طريق تبادل الاشتراكات، مع نفسك هل تشاهد هذه الفيديوهات الخاصة به؟ طبعا سوف تقول لا، وكذلك هو لا، والثاني لا، والثالث لا، وهكذا، تمام؟ لهذا بارك الله فيكم نصيحتي، من أنشأ القناة اترك الأمور كما هي، قم بمشاركتها في المواقع الاجتماعية، قم بعمل فيديوهات جيدة، قم بمشاركتها في جوجل بلس، قم بمشاركتها في المدونات، أمر عادي، تمام؟ إذا أحب الناس الفيديو سوف يشاهدون الفيديو، أوتوماتيك سوف يقومون بالاشتراك، تمام؟ لمتابعتك في كل مرة، يعني أي شخص يشترك معك اعلم أنه سوف يشاهد فيديوهاتك، لأنه يعلم أنك تقدم محتوى جيد وأشياء جميلة جدا يستفيد منها هو وغيره من المشتركين. وأعتقد قد فهمتم الرسالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.